السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يا ربي تكونوا في صحة جيدة ان شاء الله. كي دايرين؟ كلشي مزيان، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. كما تشوفوا اليوم عندي هنا القسعة او القصرية، درت فيها الطحين والنخالة، غنديروا ان شاء الله الخبز بالنخالة، شي حاجة اللي صحية. غادي ندير واحد نديرو بالخميره بلديه، ندير معاه شويه ديال الخميره الفوريه، واحد معلقه ما عامراش، معلقه كبيره. عندي هنا الملحه، انا خصني ندير بيدي باش نعرف العبار، نتوما عينكم ميزانكم. الملحه كتبقى على حسب الذوق. ندير واحد صافي. من بعد ما درت الملحه والخميره، غادي نخلط هذاك النخالة مع داك الطحين اللي غربلناهم مغربلين من قبل. الطحين عندي هنا كنسميو حنا الطحين العادي او الطحين الدقيق الكامل، زدت له النخالة، كل واحد كي كيسميه، كاين اللي كيقولو الدقيق الحرش كما كتشوفوا. نخلطو مزيان باش ما يجينا نخالة باينة في العجينة. عندي هنا الخميرة بلدية كما قلت لكم، ها هي. انا كنديرها اما كديروها باللبن او لا كديروها بالتمر او لا بالبصله، خص يكون ماء معدني او لا الماء كيكون في هذوك القلات ديال الطين. ندير واحد شويه الزيت بلديه، واحد 3 معالق او معلقه وجوج على حسب. ثم بغيتو تنسموا بالنافع او لا بحبه حلاوه اللي بغيتو، اليوم غنديروا انا هكا. بسم الله، انا كنعجن في واحد الكسية اخرى، ولكن دابا مع التصوير خصني ندير في هذا، ما كتهزنيش، كتهزش ليا العجينه. الخميره بلديه او كل واحد كي كيسميها شي حاجه اللي صحيه. كاين الناس اللي كيخمروا غير بالخميره بلديه، كاع ما كيحتاجوا الخميره فوريه، حنا والدينا داكشي اللي كانوا كيديروا. صافي، ندوز نجمع العجينه، خصني ندير بجوج يدي ونرجع معاكم. من بعد ما خليت العجينه تخمر، رجعت معاكم مع داك الخميره بلديه اللي قلت لكم. عندي هنا الطبق درت فيه واحد شويه ديال النخاله والطحين، ما غاديش نديروا لها لا الملحه لا المهم. كاينين الناس اللي كيعرفوا الخميره بلديه على من كنهضر. خليت داكشي اللي شط ليا في هذاك بواطه، ندوز نزيد له شويه ديال الطحين، داكشي اللي شط ليا من العجينه، ماشي شط ليا، المهم الطحين والنخاله
ديروا معلقه خشبيه احسن. النهار اللي غدير لاتيو نشرح لكم صافي، ديروا له هكا ونحطوه في شي بلاصه تكون مظلمه. الا كنا كنعجنوا كل نهار او نهار ونهار لا، ما يحتاجش الثلاجه. الا كنا خطره في سيمانه او المهم كنتعطلوا، نخليوه دابا يبات على برا الثلاجه. ملي نشوفوه خمر حنا ما غاديش نعجنوا داك النهار وغدليه، ندخلوه للثلاجه نهار اللي غنبغيو نعجنوا نخرجوه قبل، اما بالليل الا كنا غنعجنوا في الصباح نخرجوه بالليل. الا كن المهم يكون بعدا شويه غي يخرج قبل. النهار اللي غتبداو ديروا الخميره بلديه، اول مره ديروا الماء ديال القله ديال الطين. انا نوريكم قله كل واحد. جيبي كوطر هذيك اللي تما صغيره محطوط هذاك القله ديال الطين. قله هي هذه قرعات الطين ولا المهم يكونوا الماء فيها يدوزوا ساعه، اولا الماء المعدني اللي كنشريوه في القرعه نديروا فيه الطحين او النخاله. الله اكبر على الحق، الطحينه ولا النخاله ونخلطوا فيه، نديروا فيها الشريحه الا عندنا الشريحه او التمر او البصله او لا ديروه باللبن بحال اللي قلت لكم. غادي تخليوه 3 ايام عاد داك الساعه يكون صالح للاستعمال. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني، تكون الوصفه عجبتكم. نستناو على الخبز ديالنا يخمر ونرجع معكم. رجعت معكم من بعد ما خمرت العجينه الخبز، وجدت هنا الطبق ديال درت فيه النخاله باش نقرص فيه، ودرت هنا ورق الزبده في الطاوه ديال الفران. ندير يدي في الماء بسم الله، نقرص خبيزات غير صغار، نتمنى ان شاء الله يكون واضح. بحال اللي كنقرصو فين هو في الاخر في الطحين، كل واحد والطريقه ديالو كيقرص. انا هذه هي الطريقه ديالي صافي. نديرو لها هكا النخاله ونحطوها في الطاوة. ندير معاكم وحدة أخرى، هاد الشكل. صافي نديروه في الطاوة. صافي نبسطو هكا، نبقاو نديرو النخالة حنا كنقرصو ونبسطو فيها. كيجي زوين ملي كيكون شوية رقيق، نقص نص داك وثار شعل ما كان رقيق كيجي مزيان كيطيب دغيا. شي حاجه صحيه احسن لنا بنادم ما عندنا لا صحه لا والو الله الا. حتى دابا عاد ردينا البال. ايوا كلشي فيه الخير، سيدي ربي ما كيسد الباب حتى كيحل جوج. صافي نغطيو عليه ونخليوه يخمر، ندوز نكمل العجينه ديالي كامله ونرجع معكم. واحد الشتيوه رائعه، كتسمعوا الصوت ديال الماء. يا ربي ترحمنا على قد نتاع يا ربي. هيا رجعت معكم من بعد ما طاب الخبز ديالنا.
خبز اللي عجننا بالنخالة وقرصناه في النخالة جا رائع المذاق ديالو، وجا مفشفش لداخل كما كتشوفوا. جربوها البنات، وها مع هذا الخبز ها المرافقة ديالو. اليوم كاينه الشتاء احسن حاجة، ولكن الفيديو ما يتشاف حتى لغدا ان شاء الله مع الزيتون البلدي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. الخبز ديال الخميره البلديه كيجي رائع البنات، جربوه وتشوفوا. نتمنى ان شاء الله فيديو يعجبكم. سلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.